السلام عليكم ورحمة الله. صباح الفل، مساء الفل، على حسب الوقت اللي انتم بتتفرجوا علينا فيه. كل سنة وانتم طيبين وربنا يعود علينا وعليكم الأيام بخير. النهاردة إن شاء الله معانا 20 واحدة كده من داخل الغية للبيع. هنتفرج عليهم كده مع بعضنا. اللي عايز حاجة منهم فردانيات، عشان الناس اللي هي كانت بتتصل بيا عايزة دكر، عايزة اتنين، عايزة اللي هما ايه التلات دكور اللي هي تفرخها، مفيش أي مشكلة. اللي عايزهم مع بعضهم برضو مفيش اي مشكلة. هنتفرج مع الحمام ده، والحمام ده اخواتهم هنا سايبين، بس مش هنضحك على بعضنا، ثبتنا شوية وهنمشي شوية شوية يقعدوا شوية يمشوا، والدنيا برضو عشان خاطر اللي هي تمشي. تمام يا رجالة؟ فنقول بسم الله ونتوكل على الله. مش جايبين فردة حمام ضريب وحاطينه في وسطهم ونقول لك حمام سايق. ده اوله، ده عاد معادة يا جدعان. الناس اللي هي بتقول لك صوافات، ده عاد معادة. ده اخوه اهو، حام كله سن صغير. اسكندرين ده اصغر واحد فيه. جبت على بياض برضو فرخنا الحمد لله، واخوه هنا بيترنى. وضح بس الحام واحنا بنصور سكرته اهو. الحام كله مخلص صمم، مفيش الا هو اصغر واحد فيهم الاسكندراني. خد السكريتة تاني، قرب كده على فرد الحام. عامل يا جدعان اقسم بالله من اللي بيتفرخوا. حمام سكة. عايز تيجي تتفرج عليهم وهم سايبين؟ اتفرج عليهم وهم سايبين قبل ايش بندق. عدة فرد الحمام ولا ملصة منهم ولا أي حاجة. دولت مساويت، من مساويت كده هو، بس فيهم ايه برضه عشان تبقى انت شايف الريشتين دولت اهم لسه ايه متشالين. احنا ما بنشيلش ريش، بس هي كانت في زبلاها كده. ادي اهو فرد الحمام فيه اربع ريشات سود في ديله، اتنين وقعوا اهم واتنين اهم. ماشي. وبصمة ده كده كده المساويت دي نار، وهم الاتنين اللي انا اوريهم لك دولت الاتنين الوحيدين في المساويت اللي عندي هنا في قلب السلاكة دولت، هم الاتنين اللي جم بكام خوصة كده في ديلهم. ادي واحد، وادي التاني جياله على الجنب اهو. اخواتهم كلهم سلت، بس فيهم تكوين، فيهم عيون، فيهم عظم، فيهم دماغ، اقسم بالله ما راح منهم مسوي.
ربيت كتير وقليل من النوم، ولا سغلول ولا كبير. المساويت دي ادي كده اتنين مساويت. اكوى البدبوس، اكوى الغزار، فتح عمو وشه بالصلاة على النبي عليه. احنا ما بنجملش يا جدعان، حمام الحمام قدام عينيكم. الشخشول الاسود برضه بالصلاة على النبي دماغه حاضرة. بص عيونه عاملة ازاي، ولا دربه مقطوط ولا في قصة دي. وسواد وسواد ليه؟ خد السكوريت ده تاني. واضحين الحمام؟ اخونا بيترمي. كابل اسود. قرب على فرد الحمام ده كده. بص تكون عظمه عامل ازاي؟ بص ضرايبه، بص سواده. الصلاة على النبي. نفسجي قبل على وقت اهو. يا جدعان برضه عشان الامانه، فرد الحمام ده جهد على قده، لان هو اتظلم اصلا في تربيته، وبعد كده صمت تاني فرقعت في القصه دي، فمجهوده على قده بس بيطير في وسط الحمام. السنه اللي هو ده اخر فرد حمام يعتبر بيتحط في وسطهم دولت، اللي هو بيقعد له مثلا بتاع 10 دقايق ولا ربع ساعه وبينزل يحطه، عشان برضه للامانه. ادي فرد حمام، بسم الله ما شاء الله تكوينه كويس، لكن الباقيين كلهم سكه. وصارك برضو احمر مستوى، بسم الله ما شاء الله. قرب كده فرد حام عظمه مليان، عينه كويسة، حمارة حلو. ازرق قطيفة بدبوس، حتة حديدة بالصلاة على النبي. ده حليس شربندو. فايدة الحام ده من سن اخواته ده، بس الوحيد اللي ده لسه ايه، ما قفتش سمك. وده فايدة حام استرالي نو برضه سايب. ده قال له الاستراليا، ده هو يعتبر والحلس قال له. باقي الحمام الصلاة على النبي فيهم كزبلة، فيهم اتنين قطعطة، فيهم احمر، وفيهم اكوى الغزار كويسين، فيهم اتنين عظم عداد برضو كويسين. الحمد لله الحاجة قدامكم، وادي خدمة الحمام. اللي عايز اي حاجة يا جدعان، رقم التليفون هنسيبه لكم على علوان الفيديو. حابب واحد، حابب اتنين، حابب خمسة، حاببهم كلهم، مفيش أي مشكلة. تمام يا رجالة، إخواتهم كلهم سايبين هنا أهو، سكرتها هنا أهو، أهو أهو. الوقت اللي أنا مورهولك أخوها أهو، المساويه إخواتهم أهو. لقطات اخواتهم ايه؟
العادات اهو، والاسكندراني ده اهو نفس السكه ده يا رجاله. ثبتنا شويه والحمد لله كيفنا بيهم كام شهر، نمشي شويه ونخلي شويه وهنربي شويه، وهي الدنيا تمشي وعجله ودايره. تمام يا جدعان، فكل سنه وانتم طيبين، فانتظرونا ان شاء الله من جديد لجديد. كان معكم اخوكم كوتو ادم ابو عمر، والسلام عليكم ورحمه الله يا احلى ناس في الدنيا.